المرة اللي فاتت الدخان عام عيني وخلاني ادخل لك غلط، انما المرة دي الدخان فتح لي عينيا وخلاني اخش. انت بتقول ايه؟ انت سكران؟ سكران؟ ابدا، انا شارب من خمرة عينيكي. عطشان لمسة منك. ما انت كنت بتعمل فيها كده ليه؟ انا ماسك نفسي بالعافية من ساعة ما شفتك، انما دلوقتي خلاص كل حتة فيا عايزاكي، وانا كل حتة في جسمي عايزاك. يعني ايه يالا؟ انت اهبل؟ والله هو ده اللي حصل يا فندينا. يعني هي شافتك فزاغت منك، ولا انت سرحت فتاهت منك؟ لا معرفش. يا نهار ازرق. طب راحوا على بيتها ولا طلعوا على بيته؟ هي مين؟ هي مين ايه؟ امال انت جاي تقول لي ايه؟ معرفش. ولا انا مش هقول لك كلبه تحت بيتها؟ ما انا عملت كده ولبت تحت بيتها لحد الصبح، لحد طلع ولا حد نزل. ماشي يا رمانه، ماشي. اسخميس الحاج عايزاك. اوعى يا اتفضل. اوعى وقت يا مطني. ست شوق، بأمور استشوق. ازيك يا مطني؟ الحمد لله. انا عارفه انك هتركز معايا كده وحضور. ماله افندينا؟ مزاجه مش رايق حبتين. ليه يا مطني؟ ايه اللي حصل؟ معرفش، اساليه هو. وهو انا لو عايز اساله هاخد الاذن منك انت؟ يا واد انت ما تزعلنيش منك، المعلم زمانه راجع. حضرتك عارفه يعني الاوامر، ما اقدرش. ماشي، مش هسألك على أفندينا، بس هسألك سؤال تاني وتجاوبني من غير لف ولا دوران. العندي قبل العندي. مين رمانة؟ رمانة اللي أنا كنت براقبها؟ أيوه. معرفش. غور يلا من هنا، غور. مش هسيبها ياما. افرض العمروتي وبنته طلبوا منك كده. روح. ما حدش اتشرط عليا ياما، انا اللي عايزني ياخدني زي ما انا حلو كده، وانا ما ضحكتش على حد، الكل عارف اني متجوز، وكرامه مش هسيبها، سواء خدت بنت العمروتي سواء ما خدتهاش. انت عارف ان العمروتي ممكن يجبرك تطلقها. يجبر مين؟ يجبر بخاطرك ربنا. كفايه وش يا ابني، بره. يلا بط، يلا راحه واشربوا شاي. يجبر مين يا اما؟ انا ما حدش يقدر يجبرني على حاجه، انا افندينا. انت لحد دلوقتي ذكرى حلوه في السوق واسم بيلمع، لكن ماضي. لا انت عايش في البيت اللي خده منك النوح، ولا جبت الحفيد اللي هيشيل اسمك. وانا لو عايشه لك النهارده ما اضمنش بكره. بعد الشر عليكي، يديكي طوله العمر. لا طول ولا قصر، هي ساعه ومكتوبه ومحسومه. وانا مش هموت يا خميس الا لما ارجع بيتي واشوف من ظهرك عيل يشيل اسمك. ياما انا ما اقدرش اظلم كرامه اكتر من كده، كفايه اللي شافته معانا. البنت حسها راح اما شافت ابوها غرقان في دمه قصاد عينيها. مش هنعيده تاني يا خميس. انا بفكر بصحصح الذاكره. دي بنت اخوكي. لسه فيك حته صاحيه مخوفاني عليك. لا اله الا الله. طمني ياما، طمني. العمروتي شاريني كده وانا عاجبه زي ما انا كده، واللي بيعمله معانا بياكد لي كده. الراجل بيفضي لك سكه عشان تبقى كبير السوق وحطك مع الكبارات
وحطك في وش الكل. دي فرصة، فرصة يا خميس، اوعى تسيبها علشان اي حد مهما كان عزيز عليك. النبي طب ما رحتيش قلت الكلام ده للخيل وسبتيه يقع في شبكة شوك؟ البنت انا سألت عليها جابولي قرارها اللي انتي ما قلتيهوليش، طلعت بنت تاريخ يتوب علينا ربنا. واد يا سيدي امضتي، وان شاء الله بعد ما انجح في الانتخابات كل الوعود اللي قلتها لاهل الدايره هتتنفذ. رقبتي ثانيه واحده اديله خبر بس. شو لا مؤاخذه حاج، لا مؤاخذه حاج، ست غلبانه من اهل الدايره جايه طالبه مساعده، وطبعا انت عارف الحسنه المخفيه. انستو شرفت يا حاج، انستو شرفت. سونيا خليكي معاها، يلا مع السلامه. ايه في ايه؟ مالك شفت عفريت ولا عضك حنش؟ مالك وشك جاب ميتلون ليه؟ ابدا، اصلا افندينا عارف سكه المكتب وبيعدي عليا كتير. طب يا اخويا ما تخافش، سايباه لسه قاعد بيتسامر مع الحاج، وانا مش هعوق، هما كلمتين وهمشي على طول. ما ايه الكلمتين؟ قوليهم بسرعه وخلصيني. الله يرحم المراسيل اللي كنت هاريني بيهم بس عشان اجي ابص عليك بنظره واحده. ايوه بس مش هنا، المره اللي فاتت عدت على خير، ومش كل مره تسلم الجره. افندينا عنيف في كل حته، وانا مش عاوز ادخل معاه في سكه عوق وانا داخل على الانتخابات. اخص على الرجاله، اخص بقى. ده بجاش المري اللي كانت كلمه منه تهز اجدعها شنب. الله يخرب بيت السياسة. هي يا اخويا السياسة بتعلم على الرجالة وتعمل فيهم كده؟ يو يا شو يو، ايه هما الكلمتين اللي عايزة تقوليهم؟ هو طلب صغنن، عملته اتقيت شر، ما عملتوش وفسترت مني كده زي ما انا شايفة، يبقى تدعي المولى بقى انه يتولاك من اللي انا هعمله فيك. طب ايه هو الطلب الصغنن ده؟ بلغني انك لابد لافندينا ليل نهار، وانك بتظبط له قعدات الانس في الخن بتاعك. يا عيني عليك يا شو. ايه وسط كهفك على هز في الخن؟ هي الحكايه يا اخويا فيها هز وسط، بس مش وسطي انا، وسط ناس تانيه، وانت اللي هتجيب لي قرارها. ما تخلصينا يا شو، هي فوازير. بنت رقاصه اسمها رمانه واكله دماغ افندينا، عايزك تجيب لي كل كبيره وصغيره عنها، واوعى تقول لي معرفش. لازم تعرف، مش معقول انت مش هتعرف تجيب لي قرار واحده شمال زي دي يا مر. شكلك كده نقلت العطر ورسي على افندينا ورميتي طوبه الكل، اللي على فكره هو المعلم ابو سنه سلم نمر وطلع معاش. معاش اللي يقول على سيد المعلمين كلمة زي دي؟ حلاوتك حلاوتك يا شو. اقعدي اقعدي نشرب كاسين، واللي يعرف افندينا لا مؤاخذة يروح يقول له، واللي يحصل يحصل. هشرب كاسين بس اوعى العشم ياكلك. العشم هياخدني للذي مضى. يا خراشي على الذي مضى. فاكرة فاكرة يا بنت؟ ما بيسالش عليا ابدا، ولا بتشوف عينيا ابدا. كملنا كلام وحديد وغرام وانا في الحواديت. ينيلك فكرتني بايام الهي لا يعدها. صباح الفل. كنت فين يا استشو؟ كنت بقضي مصلحة الواحدة حبيبتي أوي. واحدة حبيبتك؟ أوي. والخال عارف بقى ولا دي مجاملة منك؟ لا ما هو الخال مديني تصريح مفتوح. كمان؟ حلو الكلام ده. طب يلا بالسلامة. طب ما يلزمش مني أي حاجة. فكر. شكريه. والوقفة دي مش حلوة. يلا. بالسلامة وصبحي لنا على الخيل.
يوصل يا اختي. يلا يا ماما. ولا فندم مين اللي يخصنا انا وحيدي كده؟ مطرح مكانك جاي يا ست شوق. ايوه معرفش استقبلتش غيرك اللي اساله. شاطر يا واد يا ريس، وعرفت تجيب كل المعلومات دي في المدة دي. بقولك ايه، انت متأكد ان الولاية دي كلبة فلوس؟ ها يعني تبيع اي حد عشان قرش زيادة؟ لا خلاص كويس كده، دورك لحد كده في موضوع حنتومة وانتهى. عاوزك تركز بقى في خميسة فندينا، عايزك تجيب لي خط سيره بالساعة وبالدقيقة، وما تقوليش بقى بيروح الغرزة ولا المكتب عند المحامي. لا من ساعة ما يصحى لحد ما ينام، يعني لما أحب أجيبه أجيبه. طيب ماشي سلام. أنت بقى مش فاضل بقى غير البنت سوريا، ودي لازم لها حل. انت حالات مباحث.